الهدف كما تعلمون تحرير العراق وتحرير فلسطين وتحرير سائر البلاد الإسلامية التي ترزح تحت نير الحكام العملاء وتحت نير الغربيين والشرقيين. الهدف هو هذا، بأن نوفق في المستقبل بإذن الله تعالى أن نشكل حكومة إسلامية عالمية ذات 1,000,000,000 مسلم. لنا حكومة واحدة كما لنا دين واحد وإله واحد وقرآن واحد وكعبة واحدة، وكلنا إخوة شئنا أم أبينا. الحكومة يجب أن تكون حكومة إلهية ذات 1,000,000,000 مسلم. هذه الحدود الوضعية يجب أن تزول، فتتحرك من طهران إلى بغداد، ومن بغداد إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى جاكرتا، ومن جاكرتا إلى فاس، ومن فاس إلى دمشق، وإلى بمباي، وإلى كراتشي، وإلى غيرها، وأنت في بلدك. كما كنت تتحرك من النجف إلى كربلاء، إلى بغداد، إلى العمارة، وأنت في بلدك. والآن تتحرك من طهران إلى قم، إلى مشهد، إلى إصفهان، وأنت في بلدك. البلاد الإسلامية كلها بلد واحد. الهدف هو إعادة هذه الحكومة الواحدة، فلا لبنان مسيحية ولا فلسطين يهودية ولا أفغان شيوعية ولا عراق بعثية ولا 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 وإلى آخره. هذا هو الهدف، أن تكون انتخابات حرة لحكومة الواحدة، والرئيس الأعلى للدولة رجل فقيه مرضي لله متوفر فيه العدالة والإدارة وحسن الحزم، وأن يكون القانون القرآن الكتاب والسنة. هذا هو الهدف. إنقاذ العراق جزء من الهدف، إنقاذ بحرين جزء من الهدف، إنقاذ لبنان وفلسطين جزء من الهدف، إنقاذ أفغانستان جزء من الهدف، إنقاذ باكستان جزء من الهدف. وإلا الهدف هي الحكومة الواحدة العالمية ذات 1,000,000,000 مسلم، رئيسها رجل فقيه مرضي لله وللأمة في انتخابات حرة، وقانونها مستقى من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا هو الهدف. الطريق إلى هذا الهدف، الكلام اليوم في هذا الموضوع، الطريق إلى هذا الهدف أيها الإخوة الشباب، يجب أن تعرفوا أنتم طاقات كلش كبيرة. هذا ما يقوله الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو أصدق القائلين ومن أصدق القائلين. يقول: أن أتزعم أنك جرم صغير وفي كلب طوى العالم الأكبر؟ يعني أنت لا تتصور أنت جرم صغير وإنسان صغير والشخص صغير، لا تتصور هذا التصور. هذا العالم الأكبر منطو فيك. الإنسان طريق إلى بحر،
شايفين انتوا قسم منكم او قارين العيون الصغيره، هذا العين الصغير مو هي هي، وانما هي طريق الى بحر من الماء تحت العين، او هذه الفوهه في الابار النفطيه ليست فوهه صغيره، وانما تحت هذه الفوهه وتحت هذه البئر بحر من النفط. الانسان هكذا، يعني انك لست انسانا صغيرا شابا عمرك 20 سنة او 25 سنة او 18 سنة او 17 سنة، كلا بالعكس، انت كبير كبير كبير، مو لتتكبر وانما لتتواضع. هذا الانسان الكبير وهذه الفتاة الكبيرة لا فرق بين رجل وامرأة، هذا يجب ان يستغل طاقاته، الطاقات الكامنة فيه. الذين شكلوا الحكومات من كانوا؟ نفس البعثيين الذين جاءوا إلى العراق وهم عملاء للغرب، من هؤلاء؟ غير شباب كانوا، لكن شباب منحرفين. هؤلاء الشيوعيين الذين غزوا أفغانستان، من كانوا هؤلاء؟ غير شباب، شباب منحرفين. اليهود المتجمعون في فلسطين، من هم؟ هم شباب أيضا، لكن شباب منحرفون، ونحن يجب أن نكون شبابا مستقيمين. الطريق العملي إلى الحكومة الواحدة التي نرجوها والله أمرنا بها، وكل هذه التجزئات من الصنع الاستعماري. قبل 90 سنة البلاد الإسلامية هكذا كانت، اسألوا آباءكم إذا فيهم شيء بعمر 90 سنة يخبروكم. كانوا يتحركون من خراسان إلى كربلاء إلى مكة إلى القاهرة، ولا يسأل منهم أين جوازك ومن أنت، أنا رجل مسلم وهذا بلدي. وفي القرآن الحكيم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. الأمة واحدة، إذا وقفت في صف الجماعة هل يسأل منك عربي أو عجمي، كربلائي أو نجفي، طهراني أو قمي، قاهري أو دمشقي؟ إذا ذهبت إلى الحج وطفت في المطاف هل يسأل منك؟ إذا أردت الصيام هل يسأل منك؟ التونسي لا يصوم مثلا، الليبي يصوم، العراقي يصوم في شهر شوال، والأفغاني يصوم في شهر رمضان، ما هذا؟ دين الله واحد لكل المسلمين، لا فرق بين عربيهم وعجميهم وأسودهم وأبيضهم إلا بالتقوى، وانتهى كل شيء. البلاد الإسلامية هي بلد واحد، نحن هدفنا إعادة هذا البلد الواحد، ويعود إن شاء الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكذب وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، وإنما نحن يجب أن نقدم. أما الطريق إلى ذلك أيها الإخوة الشباب وهذه الأخوات الشابات، هذا تكليف الكل، مو الشباب والشابات، حتى الشيوخ والكبار، لكن الشباب أولى بالحركة. قووا أقلامكم، هذا واحد، حتى تؤلفوا. الثاني، قووا ألسنتكم حتى تخطبوا، يعني يكون لكم قوة الخطابة وقوة الكتابة، هذا شيئان. حتى كل واحد منكم يتمكن أن يقف هنا ويخطب في الجماهير، وكل واحد منكم أن يؤلف كتب ومقالات في الجرائد والمجلات. 2. الشيء الثالث، انزلوا إلى الجماهير. الإنسان المسلم ينزل إلى الجماهير، يعني يجب علينا أن لا نكون مقوقعين في دائرة خاصة، يجب علينا أن ننزل إلى الجماهير، مو في قواقع خاصة وأماكن خاصة وبين أنفسنا. هذه الأمور الثلاثة، تقوية الكتابة، تقوية الخطابة، النزول إلى الجماهير. ثم ماذا نريد من الجماهير؟ نريد من الجماهير أمور أربعة. الأول، تنظيمهم، ننظم الجماهير تنظيم. الصهاينة عندهم 5 ملايين منظم يا إخوة الشباب،
الشيوعيون الروسيون عندهم 12 مليون منظم، الشيوعيون الصينيون عندهم 25 مليون منظم، الأمريكيون والأوروبيون التسع عندهم 50 مليون منظم. هل تتمكن أنت وأنت مبعثر أن تقابل هؤلاء المنظمين؟ شيء طبيعي؟ لا. الإمام أمير المؤمنين قال للجماهير: والنظم أمركم، نظموا أنفسكم. تنظيم. إذا نزلنا إلى الجماهير نريد من الجماهير أمورا أربعة: تنظيم الجماهير حتى كل واحد يكون جيش في سبيل إنقاذ المسلمين وفي سبيل إنقاذ الإسلام وفي سبيل إنقاذ البلاد الإسلامية. نريد منهم التنظيم الأول، نريد منهم التوعية، الوعي في القرآن الحكيم: وتعيها أذن واعية. وعي يعني شنو؟ يعني نقول للمسلمين: أيها المسلمون، لماذا صدام تمكن من أن يلقي بمئات الألوف من الشباب في غياهب السجون؟ لماذا الأمريكيون مستريحون، البريطانيون مستريحون، الفرنسيون مستريحون، وشباب العراق مشردون، وشباب فلسطين مشردون، وشباب أفغان مشردون؟ لماذا؟ في أفغانستان 4 ملايين أكو مشرد من أفغانستان، مليونان منهم في إيران، ومليونان منهم في باكستان، ومليون منهم مقتول. لماذا هذا الشيء؟ الفلسطينيون مشردون، اللبنانيون مشردون، ما يقارب 1 مليون لبناني مشرد. لماذا هذا الشيء؟ نعطيهم الوعي. الأمر الثاني، نعطي الجماهير الوعي أن يفهموا ما هم. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. يعني إذا كنت عالما بزمانك، عالما بأوضاع الزمان، قادرا على العمل، قادرا على التقدم، قادرا على الفهم، الحرامي ما يدخل بيتك، الحرامية في أطراف بيوتنا. إحنا إذا نمنا دخل الحرامية بيوتنا، أما إذا واعين هل تدخل الحرامية بيوتنا؟ يقول الإمام الصادق: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. إذا كنت عالما أنه في الطريق لص، كنت تستعد؟ إذا كنا ونحن في العراق ونحن في فلسطين عالمين بما تحاك حولنا من مؤامرات غربية وشرقية ويهودية وبعثية، هل كانوا يتمكنون من الهجوم علينا؟ أبدا ما كانوا يتمكنون. نحن نمنا، نحن غفلنا، نحن اشتغلنا بالتوافه، وهؤلاء خاطوا المؤامرات ضدنا وحاكوا المؤامرات ضدنا وضد المسلمين في كل مكان. فالأمر الثاني الذي نريده من الجماهير التوعية، نعطيهم الوعي. ولهذا قلنا: قووا أقلامكم وقووا خطاباتكم، ألسنتكم، حتى يتمكن كل واحد منكم أن يكون خطيبا، كل واحد منكم أن يكون مؤلفا. فإذا نزل الجماهير يعطيهم التنظيم، يعطيهم الوعي، يعطيهم الرشد الفكري. الله في القرآن الحكيم يقول: إبراهيم لماذا تمكن من مقابلة العالم؟ لأن إبراهيم وحده قابل العالم كله. الله يبين السر في القرآن، يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. كان رشد فكري عنده، كان يفهم، كان يدرك، كان يعي، رشده من قبل. لماذا جعل الإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ومسلمة؟ لماذا هذا الشيء؟ إنه جعل هذا الشيء حتى يعي المسلمون ماذا تحاك حولهم وماذا تدار عليهم. فإذا نزلنا إلى الجماهير نعطيهم التنظيم الأول، ونعطيهم الوعي الأمر الثاني، ونعطيهم الأمر الثالث، الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي يعني شنو؟ يعني لماذا نحن محتاجون إلى الغرب والشرق في كل شيء؟ في مناظرنا، في مكبرتنا، في ملابسنا، في مأكلنا، في معاملنا، في مصابيحنا الكهربائية، في كل شيء محتاج إلى الغرب والشرق
وحتى في ساعتك اليدوية. لماذا هذا الشيء؟ ألسنا نحن بشر؟ ألسنا نحن عندنا عين ولسان وشفة وأذن؟ الله في القرآن يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. يعني إني هديته، عنده عين، عنده لسان، عنده شفة، يعني يتمكن يتكلم، يتمكن يسكت، وهديته الطريقين، طريق الخير طريق الشر، طريق السعادة طريق الضلال، طريق الارتفاع طريق الانحطاط، فلاقتحم العقبة. لماذا لم يدخل؟ نعطي للمسلمين الاكتفاء الذاتي، نخرجهم عن الاحتياج إلى الشرق وإلى الغرب. الإمام أمير المؤمنين يقول في كلمة له، البلغاء يقولون هذه من أجمع الكلمات وأجملها في نهج البلاغ الكلمة، الإمام يقول احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. يعني ما دام أنت محتاج للأمريكيين فهم أمراؤك، ما دام أنت محتاج للبريطانيين فهم أمراؤك، استغن عنهم صير مثلهم، أحسن إليهم تكون أميرا عليهم، استغن عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. نعطي المسلمين الاكتفاء الذاتي. لماذا ما عندنا معامل؟ لماذا ما عندنا مصانع؟ أيها الإخوة لاحظوا الآن من الجمهورية الإسلامية مضى من عمرها 3 سنوات، ومع ذلك البيض يأتي من الخارج واللحم يأتي من الخارج. لماذا؟ يعني نحن لا نتمكن من صنع البيض أيضا؟ نحن لا نتمكن من توليد اللحم أيضا؟ يجب أن يخرج المسلمون من هذا الخمول وهذا التأخر وهذا الاحتياج وهذا التكفف. تكفف هذا ما كفر، تتكفف باب الحوش تقعد يا الله يا رسول الله أعطوني درهما أو دينارا، أو تقول يا أمريكا يا روسيا أعطني معملا وسلاحا. تكفف هذا، وتكفف هذا شبيك أنت بتعمل السلاح؟ تقول للمسلمين ككل كـ1,000,000,000 وعندهم أكبر الموارد المسلمون، يقولون ما يخلون، منهم يخلون؟ إحنا أناس كسالى عجزة تنابل. الرسول الأعظم لما ورد المدينة المنورة اليهود كانوا مسيطرين على المدينة. الرسول فكر لماذا اليهود مسيطرون، شاف 3 أشياء أكو. الشيء الأول التجارة بيد اليهود، الشيء الثاني السلاح بيد اليهود، الشيء الثالث الثقافة بيد اليهود. الرسول لما أخذ أسارى بدر قال لهم إما كل واحد منكم يعطي فلوس يا أسارى بدر، وإما كل واحد منكم يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. هذول أسارى بدر شافوا أحسن أنهم يعلمون أولاد المسلمين القراءة والكتابة من أن يعطوني الفلوس. قالوا يا رسول الله نعلم أولاد المسلمين لأجل خلاصنا وفك أسرنا. فأخذ كل أسير يعلم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، صارت شنو؟ صارت الثقافة عند المسلمين غير مرتبطة باليهود، لا صاروا مثقفين، ما يحتاجون اليهود في ثقافتهم. بعد ذلك الرسول قال للمسلمين لماذا أنتم ما عندكم سلاح؟ يا رسول الله لا نعرف السلاح، نحن نصنع السلاح. ويهود يعرفون. قال لا، اذهبوا إلى اليمن وتعلموا من اليمن صنع السلاح واصنعوا السلاح حتى لا تكون سلاحنا بيد اليهود أعدائنا. الرسول قال لا. ذهب جماعة منهم إلى اليمن، وذلك اليوم في اليمن يعرفون صنع السلاح، فصنعوا السلاح ورجعوا إلى المدينة. اليهود يعني شنو؟ يعني مو محتاجين إليهم في السلاح. الرسول قال لهم لماذا تجارتكم بأيديهم؟ قالوا يا رسول الله احنا ما نعرف التجارة، ما عندنا دكاكين. قال اتجروا بارك الله فيكم، يعني اتجروا الله يبارك لكم. ذهبوا الى سوريا، ذهبوا الى اليمن، اشتروا البضايع وجاءوا وجعلوا البساط في الشوارع، لان ما عندهم دكاكين،
في الأرض صفة وأخذوا يتاجرون، استغنوا عن اليهود لأن الرسول قطع احتياجهم. لكن نحن محتاجون، الإنسان اللي محتاج في ساعته وفي مكبرته وفي مصباحه إلى أمريكا وإلى لندن وإلى باريس وإلى موسكو، هل هذا الإنسان مستقل؟ هل هذا الإنسان يتمكن أن يعمل؟ أول بارحة أنا رحت إلى مكان جابوا لي برتقال، شفت برتقال مال اليهود مال إسرائيل، لأن أنا أعرف برتقال إسرائيل عند علامة خاصة، قلت لهم أيضا لأصحاب البيت. لكن الكلام، لماذا اليهود يدخلون برتقالهم حتى في الكويت وأنا رأيته، وحتى في العراق والعراق عميلهم، وحتى إلى إيران اللي تحاربهم، وفي لندن برتقالهم وفي أمريكا برتقالهم، كل مكان أناس عاملين يتقدمون، أما نحن أناس كسالى لا أكثر ولا أقل من هذا. يجب أن نعترف بأخطائنا، فإذا نزلنا إلى الجماهير ننظمهم تنظيم، نوعيهم توعية ونعطيهم الرشد الفكري، ونفهمهم الاستغناء، استغن عمن شئت تكن نظيرة، مو لازم نشتري أشياء منهم. نحن 1,000,000,000 أسارة، 1,000,000,000، تتصور بس العراق أسير، باكستان مو أسير، أفغان مو أسير، مصر مو أسير، كلنا أسراء لهم لا أكثر ولا أقل. هذا الشيء الثالث الذي إذا نزلنا إلى الجماهير نعطي الجماهير بألسنتنا وبأقلامنا بخطاباتنا وبمقالاتنا وبكتاباتنا. الشيء الرابع، قلنا إذا نزلنا إلى الجماهير نعطيهم 4 أشياء: التنظيم والتوعية والاستغناء، والشيء الرابع جمع الطاقات، الطاقات المعطلة. طاقاتنا يا شباب معطلة، نحن مواردنا معطلة، يجب علينا أن نجمع الطاقات، أن نكون في مسير التحرير والحرية مو في مسير الاستعباد. السعودية تولد في كل يوم 18,000,000 برميل نفط، يصرف للسعودية من هذه البراميل 500,000، 17,500,000 في كيس أمريكا والأوروبيين يوميا. لماذا؟ في نفس إيران الشاه يوميا 6,000,000 برميل ميل تنهب نهب، بينما الآن يوميا 1,000,000 برميل فقط مو نهب، والكويت نفس الشيء نهب. هذه الفلوس التي تصب الآن في جيب صدام لأجل محاربة المسلمين العراقيين والإيرانيين، من أين؟ فلوسنا، مو فلوس أمريكا، فلوسنا فلوسنا. قبل أسبوع قررت الكويت 2,000,000,000,000 فلوس لأجل العراق، بعد أسبوع قررت 2,000,000,000,000 فلوس لأجل العراق أيضا. والأصدقاء الذين جاءوا من الكويت بارحة يجوا قبل بارحة يجوا يقولون سيل من سيارات السلاح والمواد وما أشبه تذهب إلى العراق، حتى يقتلوا شبابنا في العراق وشبابنا في إيران لا أكثر ولا أقل. الشيء الرابع، نجمع طاقاتنا، طاقات يجب أن نجمعها، كل الطاقات يجب أن نجمعها. الرسول ما كان يصرف حتى النواة، هاي النواة شنو؟ ما يلقيها الرسول، فكان إذا يأكل التمر الرسول، قسم منكم رايحين للمدينة شايفين، وفي زمان الرسول هذا الشيء بكثرة أكو، الصخولة أجلكم الله، كانوا في الشوارع والأزقة مهدودات، فكان الرسول إذا يأكل التمرة يجعل النواة بيده اليسرى، فتمر صخلة كان في الشارع أو في المسجد أو في أي مكان، الرسول يأشر إليها تعال تعالي تعالي صخلة، فتأكل في يد الرسول، المؤرخون ذكر حتى النواة، وفي الأحاديث أكو إنه من الإسراف إلقاء النواة، إسراف. لماذا؟ جمع الطاقات، جمع الطاقات البناءة، شبابنا شيوخنا رجالنا نسائنا، يجب الكل أن يعملوا، يجب الكل أن يعملوا. لما ذهب عمار بن ياسر
مع علي عليه الصلاة والسلام إلى محاربة أهل صفين كان شايب منحني شد وسطه بحزام حتى يتمكن أن يقف الشكل لأن عمره فوق 90. كل الطاقات الإسلام يجعل كل الطاقات لأجل البناء ولأجل التحرير ولأجل الإنقاذ كل الطاقات يجعلها. رجل يقول ذهبت إلى الجزائر، الجزائر اللي كانت تحارب فرنسا، يذكر قسم منكم قبل 15-14 سنة، يقول ذهبت إلى الطبيب شفت من جملة قاعدات في الصف فرد برا عمرها 40 سنة ما أشبه ظاهرها ما بيها شيء. سألت منها شبيك؟ قال كل شيء ما بي. قلت أنه فلماذا جئت هنا؟ أي مطب عيادة طبيب؟ قال حتى أخذ، اسمعوا يا شباب ويا إخوة ويا أخوات، قالت حتى أخذ من الطبيب حبابي، حتى أحبل، وحتى يكون ولدي في المستقبل يحارب الفرنسيين. يقول قلت لها أليس لك ولد؟ قال 12 ولد عندي كلهم في الجبهة، 12 ولد عندي كلهم في الجبهة، لكن هم أريد ولد حتى يحارب، مو كلهم ولد يعني ولد وبنت. قال 12 عندي وكلهم في الجبهة، لكن أيضا أريد ولد جديد حتى يتمكن الولد أن يحارب. أنقذوا الجزائر، كلنا نعلم أن الجزائر الآن حرة، بينما الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي 110 سنوات، تمكنوا من تحرير الجزائر. نحن إذا فعلنا هذا الفعل أيضا نتمكن من تحرير العراق ومن تحرير لبنان ومن تحرير فلسطين ومن تحرير أفغان ومن تحرير أثيوبيا ومن تحرير فلبين ومن تحرير سائر البلاد. قالت المرأة الجزائرية وهي يجب أن تكون مدرسة لنا جمع الطاقات حتى ألد ولد جديد، والولد الجديد حتى يحارب كم سنة يحتاج؟ أقل تقدير فرصة 7 سنوات حتى يكون طفل مؤهل للحرب ويحارب الفرنسيين. وحارب وحرروا بلادهم، الآن الجزائر بلاد محررة. وفي فيتنام أنا ما أعتقد بالشيوعيين مثقال ذرة، الشيوعية باطلة، القومية باطلة، البعثية باطلة، الديمقراطية الغربية باطلة، كلها أباطيل، وإنما الصحيح عندنا قول الله وقول الرسول وقول الأئمة، هذا هو خلص. في فيتنام لما دخل الأمريكيون فيتنام، وكلكم تعلمون أن الفيتناميين تمكنوا من تحرير بلادهم من أمريكا، وإن كانوا باعتقادنا سقطوا في الشيوعية، والشيوعية أخو الأمريكية ماكو فرق أو أخت الأمريكية، لكن تمكنوا من إخراج أمريكا من بلادهم، وينظم شباب ضد الأمريكيين ويروحوا لقرية ثانية وينظم شباب ضد الأمريكيين. وتدرون تنظيم شباب ضد الأمريكيين مو أمر هين وفي لحظة وفي خطابة. فتبين لدى الأمريكيين أن 8000 قرية فيها تنظيم جياب هذا القائد، وكان قائدا في الحرب الفيتنامية الأمريكية، نظموا شبابهم. إذا كنا منظمين شبابنا في العراق كان البعثيون يتمكنون من السيطرة عليهم وخداعهم ويدخلوا في العراق؟ أبدا ما قل. نحن هددنا شبابنا، هم العفلقيون أجوا نظموهم وأخذوهم كسلاح وضربوا العراقيين به، ولا اليهود ما أجوا إلى العراق، ولا الأمريكيين ولا الشيوعيين يعني الروسيين، إنما نحن كنا تركنا شبابنا هم أجوا أخذوا. أكو مثل في العربي يقول المال المسيب يغري الحرامية باللصوصية وبالسر. عندك دينار في جيبك حرامي ميجي عندك، لكن هذا الدينار لبى بالشارع شنو يصير؟ حرامي يغري. المال المسيب يغري الحرامية بالسرقة واللصوصية، شو واقع؟ شباب مسيبين أغروا الحرامية. فيجب علينا أن نجمع طاقاتنا، كل طاقاتنا نجمعها حتى نتمكن من الإنقاذ، كل الطاقات.
حتى نتمكن من الإنقاذ. فلسطين كانت بيد الصليبيين قبل 1000 سنة، والصليبيون بقوا في فلسطين وعاثوا فيها فسادا وقتلوا ونهبوا وأسروا. المسلمون تحركوا في قصة طويلة، أنا أريد أن أقول فرق قصة صغيرة من هذه القصص، والقصة موجودة في سورة التوبة في تفسير آية قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وكيف تمكنوا من إنقاذ فلسطين؟ أمير الجيش يسمى قدامه، قدامه يقول، قدامه رجل مو مرأة مثل طلحة متاع التأمير، قدامه يقول: كنت أمر في شارع المدينة وإذا بامرأة: أيها الأمير قف. ما وقف، ما درت الهبال، لأن أنا في صحة أريد أروح للحرب، حرب مع الصليبيين لإنقاذ فلسطين ذلك اليوم. يقول: قالت لي المرأة: ما هذا أخلاق المسلمين؟ ليش ما تقف؟ أنا مسلمة وأنت مسلم. يقول: استحيت فوقف، فقدمت لي شيئا في كيس وقالت إنها قصائدي. أنا ما أتمكن من الحرب والجهاد، عندي عذر، لكن هذه القصائد اجعلوها زمام لأفراسكم، هذا اللي أنا أتمكن عنه. يعني كل شيء، كل شيء لي بذلته في سبيل الحرب، ما بقي شيء عندي إلا أن قصصت قصائدي. وتعلمون أن في الزمان السابق قصائد النساء لها قيمتها، فاجعلوها في زمام أفراسكم، زمام، هذا اجعلوها في زمام، هذا أنا أتمكن. يقول: مررت من هذه المرأة وإذا أرى في الجيش شيخا منحنيا وقد شد حاجبيه على جبهته، لأن الحاجبان سقطت على عينه من الكبر، فشد حاجبيه على جبهته ويتكئ على عصاه ويمشي في جزء الجيش ماشي، وعلى كتفه شيء مثل زاد ما أشبه. قلت له: سلام عليك أيها الشيخ. قال: عليكم السلام. إلى أين أيها الشيخ؟ إلى الحرب. قلت: إن الله قد وضع عنك الحرب، اتبه الحالة، راجل ومسافة ومنحني وحواجبك ساقطة على عيونك، إن الله قد وضع عنك الحرب. قال: كيف وضع الله عن الحرب وهو يقول في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم؟ خفافا يعني شباب، ثقال يعني شيوخ، يعني ما تتمكنون. إنسان الشيخ ثقيل في الحركة، في المشي، في الحاجة. كيف وضع الله الجهاد عني وهو يقول في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم؟ يقول: مررت. قلت: بارك الله فيك. فرأيت طفلا خماسيا، عمره 5 سنوات، الطفل الخماسي كلش صغير. سلام عليكم أيها الأمير. عليكم السلام. أعرني 3 نبال، الطفل يقول. قلت: يا ولدي لماذا النبال ولماذا العارية؟ قال: أريد الحرب. قلت: إنك طفل ولا تقدر. قال: لا أقدر بعون الله تعالى. قلت: من يعطيني إذا أعرتك النبال، يعني السهم، من يعطيني؟ قال: إذا قتلت الله يعطيك الجزاء، وإذا بقيت حيا فأنا أعطيك. قلت: أعطيت. يقول: أنا كنت أترقب، لأن هذا الولد قريب المعركة استعار مني، كنت أترقب. كان يرمي ورميه حسن، أكو كتاب في الفقه الإسلامي يسمى السبق والرماية، ومن المستحب أن يعلم الإنسان ولده السبق والرماية، ومن المستحب أن يعلم الإنسان ولده السباحة. قال: فضرب بسهمين وقتل كافرين، هذا الطفل الصغير الخماسي، لأن زين يعرف نيشان، يضرب هنا في الحنجرة ويقتل. قدام يقول: فعلمت النصر، احنا منتصرين قط، لان هذه مرأتنا وهذا شيخنا وهذا طفلنا.
الشباب موجودين بطبيعة الحال، كان في الجيش، لكن المرأة والطفل والشيخ الكبير هكذا يجاهدون. فعلمت بالنص وانتصروا بالفعل، أخذوا فلسطين من الصليبيين، وبقيت فلسطين في أيدي المسلمين 1000 سنة حتى أخذها اليهود مرة ثانية. أما بالخطابات والكتابات والمظاهرات و50 سنة مؤتمرات، إذن لا تنقذ لا فلسطين لا عراق لا أفغان لا أي مكان. خطاب لا تنقذ. خطبنا وكتبنا وقلنا وذهبنا واجتمعنا واعتمرنا وأكلنا وشربنا وخرجنا، هذه لا تنقذ فلسطين، هذه مهازل. أصلا حكام العرب عملاء مهازل يعملون، وكل الفلسطينيين كل الإسرائيليين 3 ملايين والعرب فقط 150 مليون. بالعمل تقدموا. فإذا قلنا في أول المبحث نتعلم الخطابة والكتابة، مو لأجل الخطابة والكتابة، لأجل توعية الجماهير، إعطائهم الوعي، ننزل إلى الساحة لأجل التنظيم، لأجل التوعية، لأجل جمع الطاقات، لأجل الاستغناء عن الغرب والشرق. إذا عملنا هذا العمل نتقدم، أما إذا ما عملنا هذه الأعمال نبقى هكذا. لأن الله كما قلنا البارحة لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله بقوم سوء يعني شنو؟ يعني الله يريد بك أن تكون أذلة؟ أن تكونوا أذلة؟ كلا، يعني أنتم ما مشيتم في الطريق، الله أراد بكم أن تكونوا في التيه، لا أكثر ولا أقل من هذا. نجمع الطاقات، الطاقات المالية، الطاقات الجسدية، الطاقات القلمية، الطاقات الفكرية، لأن ذاك الجانب جامع الطاقات، أمريكا، روسيا جامعين الطاقاتهم لا أكثر ولا أقل. نحن نجمع الطاقات. أكو فرد رجل في التاريخ يسموه ابن المبارك، هذا كان عالم، ابن المبارك يدرس في المسجد، ذاك اليوم التدريس في المساجد، يدرس في المسجد هذا الرجل ويسمى بابن المبارك. وكان إذا أراد إنسان الجهاد يعطيه فرسا، والفرس ذلك اليوم يعني مسيار، فرس كل شيء، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فرس كل واحد يريد يروح للجهاد يعطيه فرس. يقين رجل ثري، الناس يطوع حقوق، ابن المبارك اسمه، الشيخ ابن المبارك، الناس يطوع حقوق، يجمع ويشتري أفراس ويودي المجاهدين إلى ساحات الجهاد. ذات يوم جاء هذا الرجل إلى اسطبل بياع فرس، الأفراس في الجراجات للسيارات، ذاك اليوم اسطبلات، يعني فرد اسطبل فرسخ مثلا، نصف فرسخ، ربع فرسخ، فيها 1000 فرس، فيها 500 فرس للبيع، مثل جراج سيارات هسه أو للإيجار. فجاء هذا الرجل إلى إسطبل وقال لصاحب الإسطبل اللي يبيع فرس، قال إني أريد فرس مثلا 10 أفراس، أفراس زينة، لأن الإنسان يجب أن يقدم أحسن شيء في سبيل الله مو أسوأ شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نحن بعد نريد هالعباية وسخة وخلق يعني طيل الفقير، هذا الله ما يقبل، الله غني ما يحتاج، وهذا الطعام بعد كأنه جاي في شيء، احنا من أكل يعني طيل الفقير، الله ما يقبل، الله مو فقير ما يحتاج. الإنسان يجب أن يقدم لله أحسن شيء، الله غني مو الله فقير. فإذا أردنا أن نقدم لله شيئا نتحرى الأحسن ونقدمه لله، مو الأسوأ ونقدمه لله. بس من المسلمين عاداتهم أسوأ شيء يقدمون لله، ما يريد هذا الطعام، ما يريد هذا العباء، ما يريد هذا الكرسي، ما يريد هذا الفراش، ما يريد هذا البطانية، كل الفقراء، الله ما يقبل، الله غني مو فقير. فهذا ابن المبارك قال لهذا الرجل صاحب الإسطبل أريد أحسن الأفراس، فرد 10 أفراس حسنة جيدة جدا أشتريها لأجل المجاهدين. بس يتظلم
مثلا دكان هذا صاحب الفرس هنا، والاسطبل خارج المدينة، هالقاعدة كلية، الجراجات، محل بيع السيارات، محل الأفراد، بعيد شوية معامل ما أشبه. هذا الرجل صاحب الأفراس يقول: تقدمت أنا أمشي وخلفي ابن المبارك. هذا العالم جيد. يقول: في أثناء الطريق لمحته من وراي، هالشكل الإنسان يعني يشوف من طرف عينه إلى الوراء، وإذا به انحنى أخذ شيء من الأرض. هذا ابن المبارك. يقول: قلت يقين سقط فلوسه فأخذه. يقول: بعد شوية أمشي، هم شفت أنه انحنى على الأرض وأخذ فرد شيء. ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، باوعت الزيت، شفت هذا يجمع نفايات من القاع، أو ياي فرد تشيز، أي شيء يشوف نفاية، قش الرمان مثلا، خشبة صغيرة، خرقة، يجمعها ويخليها. عالم، شخصية، مدرس، يجمع نفايات، أي مناسبة؟ ما قال الشيء. يقول: وصلت إلى الصبر، فانتخبت له 10 أفراس حسنات وأعطيته له، والقيمة غالية بطبيعة الحال، فنقد لي الثمن، أعطاني الثمن كاملة، راد يروح معه خادمه، كأنه الخادم ماله أيضا يأخذ الأفراس مثلا. يقول: قلت له: سماحة الشيخ، عندي سؤال أسأل. قال: تفضل. قلت: كأنه أنا في الطريق لمحت أن فلوسك سقط وشلت من القاع، هالشكل قتلة، ما قلت تجمع نفايات، شلت من القاع، هذا الوى شنو؟ ويقول ضحك، قال: لا، مو فلوسي سقط، وإنما كنت أجمع نفايات. قال: إيه، أنا ما هذا شفته، وتعجب، شيخ عالم شخصية، شلون تجمع نفايات؟ قال لي: اعلم يا فلان، إن كل الأفراس التي أشتريها هي من النفايات، أنا ما عندي فلوس، وما يعطون الناس حقوق، وإنما أنا في أوقات فراغي، ما عندي دراسة، ما عندي صلاح، أروح أفتر بالشوارع والأزقة وأجمع النفايات وأجعلها في مكان، ثم أجيب المشترين يشترون النفايات. مثلا سابقا أجل لكم الله، البعرور كانوا يجعلوه في الأفران وفي صنع الخبز وما أشبه، قش الرمان يشتروه الصباغين، ما أدري الخشب يشتروه منه. قال: أنا شغلي هذا، وهل فلوس حصيلة النفايات، أجعل النفايات مالا وأشتري به أفراسا وأقدمها للمجاهدين. ابن المبارك قصته مذكورة في تاريخ ابن المبارك، جمع الطاقات، جمع الطاقات، حتى النفاية الطاقة يتمكن الإنسان من جمعها، حتى النفاية الطاقة. فإذا تمكنا نحن من أن نجمع طاقاتنا البشرية والفكرية والمالية، اجمعوا فلوس لأجل العراق، انزلوا فرد 10 منكم في شوارع طهران وفي أزقة طهران وفي أسواق طهران، فلوس لأجل العراق، مو انت هلام تقولون نستحي، خل تستحي، مو مهم، إنسان ننقذ بلد من العفالقة، خل يستحي، مو مهم هذا الشيء. أحد علمائنا واسمه السيد بحر العلوم، هذا من أكبر علمائنا قبل 150 سنة، هذا لما حضرته الوفاة أخذ يبكي، قيل له: سيدنا لماذا تبكي؟ هو عالم، مرجع، مقلد وكل شيء، مدرس. قال: أبكي لأني فعلت أوامر الله تعالى، وإنما ما فعلت أمرا، أبكي لهذا الشيء، لماذا فاتتني هذه المثوبة؟ وما هي المثوبة؟ جماعة من تلاميذ جالسين، قال: المثوبة أني ما أرقت ماء وجهي لله حتى أقول يوم القيامة لله تعالى، حتى هذه المثوبة أني أطقتك فيها. أحد العلماء اسمه كاشف الغطاء الكبير الشيخ جعفر من تلاميذه قبل 150 سنة جالس في هذا المحضر، قال: سيدنا، أنا أريق ماء وجهي في سبيل الله لأجلك وثوابه لك. فقال بحر العلوم: الآن طاب لي الموت ومات. الشيخ جعفر عنده صلاة كبيرة في النجف الأشرف، صار مرجع بعد سيد بحر العلوم، مرجع أعلى للشيعة صار في ذلك اليوم. الشيخ جعفر بعد الصلاة أخذ ثوبه وأخذ يفتر في الصفوف: أيها الناس، أعينوا الفقراء والمساكين والضعفاء، شيخنا إحنا نجمع بدالك،
شنو هذا العمل منك؟ قال لا أبدا، حسب وصية أستاذي أريد أن أريح ماء وجهي في سبيل الله وأهدي ثوابه إلى أستاذي السيد بحر العلوم. جمع الطاقات مو يعني أنت في بيتك والناس يجون يطوك فلوس بطانية، لا أبدا، أنت يجمع الطاقات تروح إلى بيوت المعاودين متضرر الحرب، متضرر الحرب سواء أفغانيين قلنا مسلمين كلهم إخوة، ما عندنا أفغاني إيراني عراقي مصري سوري، ما عندنا أبدا، وساعد هذا ما يأتي منك يأتي منك ويأتي مني ويأتي من كل أحد. فإذن يجب علينا نحن في الخطة العملية تقوية أقلامنا، تقوية ألسنتنا لأجل الخطابة والكتابة، والنزول إلى الجماهير لأجل التوعية، لأجل التنظيم، لأجل الاستغناء من الغرب والشرق، ولأجل جمع الطاقات ونسير في هذا المسير. إذا عملنا بهذا العمل صدقوا يا إخوة إن الله يصدق، صدقوا الله لا يكذب، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل الله يكذب؟ إذا الله يكذب لماذا نعتقد به؟ وإذا الله صادق إن تنصروا الله ينصركم، قطعا ينصركم ويثبت أقدامكم. وسنرى في العراق إن شاء الله تعالى حتى نتقدم ونتمكن من العمل ونتمكن من إقامة الحكومة الواحدة بإذن الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسقط صدام، وأسقط شيوعيين في أفغان، وأسقط بيغن وجماعته في فلسطين، وأسقط الصليبيين في لبنان، وفقنا لإقامة حكومة واحدة عالمية ذات 1,000,000,000 مسلم مرضية لك ولنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.